بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ إن شاء الله المحاضرة الجزء الثاني من الكونجاتا مالفورميشن. خدنا الجزء الأولاني بتاع المرة اللي فاتت، هنبدأ النهاردة إن شاء الله الجزء الثاني. محاضرة طويلة، فأنا مش هحاول، يعني حاولوا ركزوا، لأن مش هكرر، يعني لأن لو كررت مش هنخلص خالص. فإحنا هنحاول إن إحنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن المالفورميشن بتاعت حاجة اسمها دورزان بروزان كيفن. هو البروزان كيفن هو الفور برين، يعني احنا عندنا فور برين اللي هو بيكون سيربر هيمسفير اللي هو باسم الاسم التاني اسمه بروزان كيفن، وعندنا الميد برين، وعندنا الهايند برين اللي هو اللي يكون السيربيلوم. احنا هنتكلم النهارده عن الجزء الثاني من البروزن كيفرن. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على الدورسال اسبكت، المره دي هنتكلم على الفنترال بروزن كيفرن انوماليز، وهنتكلم عن الميد برين والهايند برين انوماليز، وهنتكلم عن الانوماليز بتوع الكرينيو سيرفايكال جانكشن اللي هم بتاعه الحته بتاعه الكرينيو سيرفايكال جانكشن، عند اللور اسبكت بتاع المظله والسيرفايكال كورد والكرينيو سيرفايكال جانكشن ان شاء الله. طيب الفنترال فور برين انوماري هنتكلم عن موضوع كبير اسمه هولو بروزن كيفالي النهارده ان شاء الله، والميد برين والهايند برين انوماري الاثنين هنتكلم معاهم الاثنين مع بعض في اللي هم يقصد بيهم البرين ستيم والسيريبيلر انوماري، والكرينيو سيرفايكال جانكشن هنتكلم عن الانوماري اللي هو هتكلم عن الكاري، وده اكبر موضوع في الحته بتاعت الكرينيو سيرفايكال جانكشن انوماري. طيب الفنترال فور برين انوماري اللي هو الموضوع الكبير بتاعها اللي هو الهولو بريزن كيفر. الهولو بريزن كيفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيلير اوف سيبريشن اوف تو سيريبر هيمسفير. يعني ان كان زمان في الاصل كان السيريبر تو سيريبر هيمسفير كان واحد، كان هو السيريبر الواحد وبعد كده بيتقسم. فيلير اوف سيبريشن او فيلير اوف كليفج اوف تو سيريبر هيمسفير ده اسمه البروزن كيفر. خلاص الحقيقه الهولو بريزن كيفر، الهولو بريزن كيفالي ده حاجة كومن، حتى يقولوا ان هو الموست كومن فيشيال اند برين انوماري، فهو حاجة كومن وحاجة بنشوفها. تاني حاجة العيان ده بيجي بيشتكي من ايه؟ بيجي بيشتكي عادة من فيشيال مالفورميشن، يشتكي من فيشيال مالفورميشن. لان في مقولة مشهورة خالص بتقول ان الفيس بتبردكت البرين، يعني لو في مشكلة في الفيس فغالبا في الاصل في مشكلة في البرين، فالفيس بيبردكت ايه؟ البرين. العيان ده بيجي يتولد بمثلا فيشن مورفولوجي، منها الكليفت بالات، منها ان حاجه اسمها هايبوتيلوريزم. سمعتوا عن حاجه اسمها هايبوتيلوريزم؟ هايبوتيلوريزم دي حاجه مصطلح مشهور عندنا في الاشعه، معناه ان تو ايز ار كلوز تو ايتش اذر، يعني قريبين من بعض. العكس لو هايبر، لو بعيد يسموهم هايبرتيلوريزم. في امراض بتعمل هايبوتيلوريزم وفي امراض بتعمل هايبرتيلوريزم، فالهولوبريزم كيفر من ضمن الحاجات اللي بتعمل هايبوتيلوريزم، وفي فيشل انوماليز هنتكلم عليها كمان شويه. طيب كمان بيجي يشتكي من سيجر او ابليبسي الولد ده، وبيجي يشتكي عاده من ايرلي ايه؟ من ايرلي ايرلي لايف. طيب الفشل في السيبريشن اوف تو سيريبرال هيمسفير يرجع لي هو انعدام او ابسنس اوف ذيس فيشر او فالكس سيريبرال، هو اللي بيقسم البرين من وجود الانتر هيمسفيريك فيشر او الفالكس سيريبرال. لو الانتر هيمسفيريك فيشر او الفالكس سيريبرال ده مش موجود، خلاص التو سيريبرال هيمسفير مش هيعرفوا ينفصلوا من بعض وينتج الهولو بريزن كيفالي، وبالتالي الاساس في الهولو بريزن كيفالي هو ابسنس اوف فالكس سيربراي او انتر هيمسفيريك ايه فيشرز. وبالتالي زي ما احنا شايفين كده ده الانتر هيمسفيريك فيشر، ده انعدامه هنا زي في الحاله دي، هلاقي ان السيربر هيمسفير ده هاجي الاقي كونتينيوس مع السيربر هيمسفير ده، فالكونتينيوتي ده هو ده الهولو بريزن كيفالي. خير دليل على الكونتينيوتي دي فعلا هو ان الكورتكس بتاعت الناحيه دي بتكمل مع كورتكس على الناحيه الثانيه. احنا عارفين ان مفيش اي كوميونيكيشن بين تو سيرفر هيمسفير غير كوربس كالوزم اللي هو الكوميشنال فايبرز خلاص، وده وايت ماتر فايبر، انما مفيش ابدا ابدا كورتكس، يعني جراي ماتر بتكمل من الناحيه دي بتكمل من الناحيه دي.
فدايما اعتمدوا على ان لو لقيت الكورتكس الناحيه دي مكمله مع الناحيه التانيه اعرفوا ان الفيشر او الفالكس سيربراي في الحته دي مش موجود او مش كامل. خلاص، كمان نظرا لان الانتر هيمسفيريك فيشر ده ات از ميد لاين ستراكشر، فمعظم الحاجات اللي بتبقى في الميد لاين ستراكشر برضه ما بتبقاش موجوده. ايه هم الحاجات اللي في الميد لاين ستراكشر؟ منها ده، يعني ده انتر هيمسفيريك فيشر، بعد كده ده الكوربس كالوزم. فعاده بنلاقي العينين دول الكوربس كالوزم بتاعهم ما بيبقاش موجود، مش لاقي فيه كوربس كالوزم هنا. كمان تحت الكوربس كالوزم بلاقي فيه سيبتم بلوستم، فالسيبتم بلوستم برضه الميد لاين ستراكشر ما بيبقاش موجود، ما بيتخلقش. فنلاقي ان الفنتركل ده كونتينيوس مع الفنتركل ده، بيعملوا سموه حاجه اسمها مونو فنتركل، كانه في فنتركل واحد، ما فيش اثنين فنتركل، اثنين بقوا ايه؟ بقوا مونو فنتركل. كمان اللي بعد كده اللي هو ثيرد فنتركل، ثيرد فنتركل برضه ما بيتخلقش الميد لاين ستراكشر، والاقي ان الثلامس ده والثلامس ده الاثنين ار فيوز توجذر، لحموا مع بعض زي ما السيريال هيمسفير لحموا مع بعض، الايه التو ثلاماي لحموا مع بعض زي ما احنا شايفين، ده اثنين ثلاماي لاحمين مع بعض عاملين ماس لوحدها. فدي الميد لاين ستراكشر اللي بتبقاش موجوده مع الهولو بريزن كيفالي. طيب جم قسموا الهولو بريزن كيفالي الى سبيكترم، الى درجات على حسب السيفيرتي بتاع تخليل الانتر هيمسفيريك فيشر. لو لقيت الانتر هيمسفيريك فيشر مش متخلق ولا قدام ولا ورا ولا في اي حته في البرين، يسموه الوبر تايب. الوبر تايب معناه ان مفيش اي لوب من البرين اتكون، عشان كده سموه الوبر، يعني مفيش لوب من البرين تم تكوينه، بيسموه الوبر تايب. طيب لو لقيت ان الانتر هيمسفيريك فيشر بدا يتكون ورا ومش بيتكون قدام، يعني هنا مثلا الانتر هيمسفيريك موجود ورا ومش متكون قدام، فبيسموه سيمي لوبر تايب، ان الجزء من الخلفي من الانتر هيمسفيريك فيشر بيتكون ورا ومش متكون قدام، بيسموه سيمي لوبر تايب. طيب لو لقيناه مكون ورا وبدا يتكون قدام ولكن قدام مش كامل، فبيسموه يعني في حته من الانتر هيمسفيريك فيشر هنا مش كامله، يعني المفروض الانتر هيمسفيريك فيشر ده شايفينه طويل ازاي لاصق لغايه الكوربس كالوزم، هنا مش طويل مش كامل. خلاص، والدليل على ان الانتر هيمسفيريك فيشر هنا مش كامل، لو بصيتوا هتلاقوا ان الكورتكس دي هتلاقيها كونتينيوس مع الكورتكس دي، وده مش طبيعي. خلاص، فده قلت لكم، عشان كده قلت لكم اعتمدوا على ان الكورتكس لو كان مكمله يبقى اعرفوا انتر هيمسفيريك فيشر في الناحيه دي مش كامل مش كامل. فهنا بدا يتكون بيتكون ورا ويتكون بدا يتكون قدام ولكنه مش كومبليت، فده بيسموه لوبر تايب، كان البرين بدا يتكون كله، بدا يبقى فيه لوبس للبرين ولكن في جزء منه از ديفكتيف من الانتر هيمسفيريك فيشر. خلينا هقول لكم، هنتكلم شويه عن الحاجات دلوقتي انواع بالتفصيل. خلاص، المهم احنا بقسم انا بقسم الانواع او السبيكتر بتاع الهولو بريزن كيفالي على حسب درجات الفيشر تكوين. لو الفيشر مش متكون خالص يبقى سموه الوبر، لو متكون ورا مش متكون قدام يبقى سموه سيمي لوبر، لو متكون كومبليتلي قدام ورا ولكن الجزء قدام هايبو بلاستيك يعني مش كامل بيسموه اتس ا لوبر ايه لوبر تايب. طيب بالنسبه بقى للميد لاين ستراكشرز الاسوشيتد مع الانواع دي، يعني الحاجات التانيه اللي في الميد لاين التانيه غير انتر هيمسفيريك فيشر، قالوا ان في الالوبر تايب متوقع، لان الالوبر تايب ده ذا كومبليت فورم الموست سيفير فورم، فاتوقع ان كل الحاجات التانيه اللي في الميد لاين ستراكشر مش موجوده، فاتوقع ان العيانين دول الكوربس كالوزم بتاعهم اكيد كومبليتلي ابسنت. فلو بصيتوا هنا للعيان ده مفيش اي كوربس كالوزم موجود، فكومبليتلي ابسنت. وسبتم بلوستم ريحنا وقال ان هو ابسنت في كل الانواع، سواء كان سيمي لوبر او لوبر او الوبر، كلهم ابسنت في كل الانواع. طيب بالنسبه للتلاماي والبيزل جانجليا، بالنسبه للثلاماي والبيزا جانجليا الاثنين في النوع ده بيبقى فيوزد توجذر، والثيرد فنتركل مش موجود، والاثنين فيوزد توجذر وعاملين زي ما قلنا اللي هو الماس اللي هي بتبقى موجوده دي، اللي هي بيسموها يعني سنت او بيزا الماس، اللي هو عباره عن فيوجن اوف ذا تو ثلاماي، نظرا ان الثيرد فنتركل مش متخلي. فمعظم الميد لاين ستراكشر في النوع السيفير فورم ده ما بتبقاش موجوده، وبالتالي بينتج عنها المنظر ده. طيب الحقيقه ساعات بيوصفوا السيريبرال كورتكس اللي بتبقى حوالين المونوفنتريك في النوع الالوبر تايب ده، ساعات بيقول ان هو بتبقى محوطه كل الفنتريكل، بتبقى عامله زي البول زي المنظر ده، تلاقي ان الفنتريكل كده وكل السيريبرال مانتل او سيريبرال هيمسفير محوطه الفنتريكل، او ان هو تكون بيسموها بانكيك، ان هي تبقى بس على جزء والجزء الثاني ما بيبقاش فيه سيريبرال هيمسفير، بيبقى واخده شكل ده. مش مهم يعني ده اشكال السيريبرال هيمسفير دي، مش مهم. طيب النوع الثاني اللي هو السيمي لوبر تايب بالنسبه للميد لاين ستراكشر بتوعه، قالوا السيمي لوبر تايب اللي هو الجزء اللي فيه الانتر هيمسفيريك فيشر بدا يتكون ورا ما بقاش يتكون ومش موجود قدام، اللي هو السيمي لوبر تايب، لان ان الكوربس كالوزم على عكس النوع الثاني، لا الجزء اللي هو اتكون فيه الانتر هيمسفيريك فيشر بدا الكوربس كالوزم يتكون، بينما الجزء القداماني اللي هو ما فيهوش انتر هيمسفيريك فيشر فلقيت الكوربس كالوزم مش متكون، فالانتيريور اسبكت بتاع الكوربس كالوزم مش متكون.
وده عكس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. لو كنت فاكرين المره اللي فاتت كنا قلنا اه كنا قلنا بالظبط كنا قلنا دايما لو لقيت الاجينس بارشال اجينس اوف ذا كوربس كوزم فكر إيه؟ لازم يبقى بوستيريور اسبكت. لو لقيته الانتيريور اسبكت فكر في الايه في الهولو بريزن كيف. خلاص عشان كده اتكلمنا اهو وده تطبيق بالكلام. خلاص بالنسبه للسبتم بلوسم زي اتفقنا كله ابسنت في كله. الثلاماي بيقولوا ان هو غالبا بارشال سيبريتد يعني بيبقوا ايه الثيرد فينتريكل بيبقوا هايبوبلاستيك ولكنهم بدا يبقى فيه ثيرد فينتريكل يتكون يعني بدا يبقى فيه بس الثيرد فينتريكل شايفين الثلاماي قريبين من بعض بس في تكوين للثيرد فينتريكل على عكس الايه على عكس الالوبر تايب اللي هو ما بيبقاش فيه ثيرد فينتريكل والاثنين بيبقوا لاحمين وعاملين ماس بيزل ماس كده. طيب اخر نوع اللي هو الابسط نوع اللي هو اللوبر تايب ده اللوبر تايب ده اللي احنا قلنا بيتكون الفيشر يبقى موجود قدامه ويبقى هايبوبلاستيك يعني الجزء الاخير هو مش متكون في الكورتكس هنا مكمله مع الكورتكس هنا. هلاقي برضو ان الكوربس كولوزم الجزء الوراني يبقى موجود والجزء القدامي بيبقى ديفكتيف عاده بيبقى بارشال اسبكت بتاع الانتيريور الكوربس كولوزم بيبقى ايه مش موجود والسبتم بلوستم بيبقى ابسنت. ولكن الفرق بقى هنا ان الثلاماي بيبقوا ايه بقى سيبريتد يعني الثيرد فينتيكل بيبقى فعلا ايه اتكون. وبالتالي لو احنا قارنا ما بين الانواع بالنسبه للميد لاين ستراكشر الال اوبر تايب الكوربس كوزم بيبقى كومبليتلي ابسنت انما السيب الاوبر واللوبر بيبقى الانتيور اسبكت هو اللي بيبقى ايه مش موجود. سبتم بلوستر في كلهم مش موجود مش ابسنت بالنسبه للثلاما او الثيرد فينتيكل بيبقى مش موجود في اللوبر تايب الال اوبر تايب اللي هو اول واحد بيبقى هايبوبلاستيك في السيمي لوبر تايب ويبقى ويل بريزيرفد او مكون في الايه في اللوبر ايه في اللوبر تايب. طيب دي الانواع ودي التفرقه ازاي نفرق او التفرقه ما بينهم. طيب الهولو بريزن كيفالي ساعات بيبقى سوجيت نا فايندنج الاسفايندنج المشهوره بتاعت الهولو بريزن كيفالي بتبقى اللي موجوده ممكن نلاقي معاه في سيست كده بتبقى موجوده في الدورسال اسبكت بتاعه بيسموها دورسال سيست شبه السيست بتاعت الايه اللي بتبقى اسوشيت مع الكوربس كالوزم اجينيسيس. لو كنت فاكرين المره اللي فاتت كنا قلنا بس التانية كانت بتبقى في الانتر هيمسفيريك فيش في الميد لاين يعني دي بتبقى موجوده بوستيريور شويه بيسموها الدورسال ايه دورسال سيست زي المنظر ده. خلاص ودي غالبا بتبقى مع النوعين الاول والثاني اللي هو اللوبر تايب الالوبر تايب والسيمي لوبر تايب انما اللوبر تايب ما بيبقاش فيه الدورسال ايه الدورسال سيست. طيب كمان الفيشل انومالي اللي بتبقى استشهدت مع الهولو بزنكفري زي ما احنا شايفين قلنا التو ايز ار كلوز تو ايتش اذر اللي هو بيسموها الحاجه المشهوره بيسموها هايبوتيلوريزم. خلاص فدايما الهولو بزنكفري بيبقوا تو ايز لانه معظم الميد لاين ستراكشر مش متكونه فتلاقي الحاجات اللي في الميد لاين مش موجوده فتلاقي الايز تو ار كلوز تو ايتش اذر. العين دول بيبقى عندهم حاجه مشهوره جدا ان هم بيبقى عندهم سنترال انسايزر سنجل سنترال انسايزر بدل ما يبقى فيه اثنين يبقى عندهم سنجل سنترال انسايزر واحده بس كده. خلاص ساعات في بعض الاحيان اللي يبقاش عندهم تو ايز يبقى عندهم وان ايز في ميد لاين بيسموها سايكلوبس دي برده مشهوره من العينين دولت وكليفت وكليفت ايه كليفت بلد. فيش انومالي بتبقى سيفير زي ما قلنا كل ما كانت درجات بتاعه يعني لو انا بتكلم على الالوبر تايب طبعا الفيش انومالي بتبقى سيفير لان زي ما قلنا الفيس بيبردكت الايه بيبردكت البرين. طيب الحقيقه في حاجه مهمه جدا مع الهولو بريزن كيفالي حاجه اسمها ازايجوس اي سي اي انتيرو سيربرال ارت. احنا عارفين ان الانتيرو سيربرال ارت بيبقى ماشي في الانتر هيمسفيريك فيشن خلاص وعارفين ان احنا عندنا في انتيرو سيربرال ارت ناحيه هنا وانتيرو سيربرال ارت ناحيه هنا. العين دول بيبقى عندهم سنجل انتيرو سيربرال ارت اللي بيسموه ازايجوس اي سي اي ازايجوس يعني واحد بس فيبقى واحد بس هنا بيبقى موجود شايفين ده واحد بس المفروض في بيبقى في واحد على الناحيه اليمين واحد على الناحيه الشمال ده بيبقى سنجل اي سي اي انتيرو سيربرال ارت بيسموه ازايجوس اي سي اي وده حاجه مشهوره جدا مع الهولو ايه مع الهولو بريزن كيف. وبالتالي في شويه تيبس لو شفناهم لازم نراعي الاهتمام ان ممكن حاله تطلع هولو بريزن كيفري خصوصا لو كانت النوع البسيط خالص اللي هو اللوبر تايب لان ممكن يمس في بعض الاحيان. خلاص ايه هي التيبس اللي انا شفتها ابص كويس ان ده ممكن يكون هولو بريزن كيفري ولا لا. اول حاجه قلنا الاجينسيس الانتي بارشال اجينسيس اوف ذا كوربس كالوزم بالذات لو كان الانتيريور اسبكت بتاع الكوربس كالوزم هو اللي مش موجود ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا لو لقيت سيت ابسنت سيبتم بلوستم احنا المره اللي فاتت اتفقنا ان لما بلاقي ابسنت سيبتم لو لقيت ابسنت سيبتم بلوستم كنا قلنا بندور على ثلاث حاجات صح كنا قلنا من هو هولو بريزن كيفالي وقلنا حاجتين كمان حاجه قلناها المره اللي فاتت اللي قلتوه صح شازن كيفالي لو كنت فاكرين كليفت بلد الكليفت بتاع الشازن كيفالي كنا قلت سبتم بلوستم بيبقى اسوشيتد معاه. خلاص وتالت حاجه هنتكلم عليها كمان شويه اللي هي سبتو اوبتيك ديسبليزيا الثلاث حاجات دول بتاعت الابسنت ايه سبتم بلوستم.
طيب كمان لو لقيت ازايجوس اي سي اي، لو لقيت سنجل انتيرو سيربر ارتري يبقى ذيس از هولو بريزنج، هفكر في ممكن يكون هولو بريزنج كيفالي. كمان الفيشل انوماليز المشهوره ان يكون هايبوتيليزم او سنترال انسايزورز من ضمن الحاجات اللي بتبقى تخليني افكر ان ممكن الحاجه دي تطلع هولو ايه، هولو بريزنج كيفالي. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزس للعيانين بتوع الهولو بريزنج كيفالي؟ في ديفرنشال دايجنوزس بتاع مهم جدا، خصوصا لو كنت بتكلم على الاوبر تايب، حاجه اللي هو العيان يبقى مولود ده سيفير هيدروكيفلس او اوبستراكتيف هيدروكيفلس. سيفير هيدروكيفلس الفنتركل بيبقى ماركتلي دايليتد خلاص، ويشبه المونو فنتركل بتاع الايه الالوبر تايب السيفير فورم بتاع الهولوبزن كيفر. ازاي فرق ما بينهم؟ ببساطه خالص، برغم ان في ماركتلي سيفير الا ان السبتم الفالكس ريبراي والانتر هيمسفيريكيشن موجود، وبالتالي ده ما ينفعش يبقى هولوبزن كيفر. فوجود السبتم بلوستم او وجود الفالكس ريبراي يبقى ده يقول ان ده الفالكس موجود، يبقى ده مش هولوبزن كيفر، ده سيفير هيدرو كيفر. في كمان حاجه مهمه اسمها هيدرن كيفر. حد سمع عن حاجه اسمها هيدرن كيفر؟ هيدرن كيفر دي باختصار سيفير اسكيميا، سيفير يعني برينيتال اسكيميا عملت انكفال وماليشيا لمعظم البرين، فتلاقي ان البرين عباره عن باج وفوطه ميه بس خلاص، فده بس ده برينيتال. فالولد يتولد يعني شبه ما فيش اي ايه، ما فيش اي برين خالص خلاص، بس برغم ان ما فيش اي برين الا ان وجود الايه الفالكس موجود، وده يفرق ما بين الاثنين. كمان بيقولوا ان العينين بتاع الهايدرن كيف بيبقى غالبا البرين ستيم بتاعهم بيبقى ايه صغير. ليه صغير؟ لان البرين بالظبط ولين ديجنريشن، يعني برين ضعف الفايبرز كلها بدات ايه تسند خلاص. طيب طيب في نوعين او في اثنين فاريانت من هولو بريزن كيفالي، في نوعين فاريانت من هولو بريزن كيفالي. في نوع اسمه سنتلين كيفالي اللي هو الميدل فاريانت او ميدل تايب او ميدل فاريانت من الهولو بريزن كيفالي. هو ايه؟ بدل ما كنا بنتكلم في انواع الابسنس اوف الفيشر، ده الفيشر هنا متكون قدام كويس ومتكون ورا كويس، بس في النص هو اللي مش متكون، فبيسموه ميدل فاريانت، لكنه ميدل ايه؟ ميدل فاريانت. فلاقي ان الفيشر متكون قدام ومتكون ورا، بس الجزء اللي في النص هو اللي ايه، هو اللي مش متكون. وبالتالي هلاقي ان الكونتينيوتي بتاعه الكورتكس تبقى موجوده مش يعني مش قدام، لا هلاقي قدام كويس ورا كويس، ولكن اللي في النص هو الايه، هو اللي مش متكون. والحقيقه زي هنا خلاص. والحقيقه دي حاجه مميزه جدا انك تتوقعوا الجزء الابسنت من الكوربس كروزم هيكون ايه. نعم، اللي في النص اللي هو الجزء اللي فيه كونتينيوتي اصلا، يعني هتلاقي الانتيرو اسبيكت موجود زي كده والبوسيرو اسبيكت موجود، والحته اللي هي فيها كونتينيوتي اللي هي فيها ابسنت اوف ذا انتر هيمسفيريك بريشر ما بتبقاش ايه، بيبقى ايه مش موجود. فبيبقى الميدل بار بورشن بتاع الانتيرو بتاع كوربس كروزم بيبقاش ايه، بيبقاش هو اللي مش موجود. كمان بيقولوا ان في فيشر كده بيبقى ماشي بالعرض، بيبقى مميز خالص للسنتر الكفلي، وده مش بنشوفه، مفيش فيشر بيمشي بالعرض خالص في البرين. هو عباره عن اتحاد السيلفيان فيشر بتاع الناحيه دي بالسيلفيان فيشر بتاع الناحيه دي، بيسموه كرونال فيشر، وده مميز خالص للعيان بتوع الايه، لو لقيتوه ده غالبا العيان ده عنده سنترينج ايه، سنترينج كيفر. طيب في حاجات بتبقى كومن جدا مع العيانين بتوع الايه، بتوع السنترينج كيفر، زي بقيه لان هو نوع اصلا سيفاريانت من الهولوبزي كيفر، فلاقي في حاجات مشتركه ما بينهم زي ايه، زي ابسنت سبتم بلوستم موجود معاه، زي مثلا الازايجوس هلاقي فيه ازايجوس اي سي اي، يعني الاقي سنجل ايه انتيرو سيريبرال ايه انتيرو سيريبرال ارتري. كمان شايفين ده في كورتيكال ديسبليزيا، ايه دي يا شباب المنظر بتاع الكورتكس ده ايه؟ ما خدناه من المحاضرات بتاعت المره اللي فاتت. نعم، ده دي ايه، عندي نوع ايه المنظر الكورتكس الغريبه ده. نعم، مش هيتيروتوبيا، لا وليه مايكرو جايرا. اه بالظبط، الكورتكس هنا بامبي، شايفين الـ عباره عن مالتيبل سمول جايراي، فدي بولي مايكرو جايرا. فدايما ممكن نلاقي كمان سام سورت اوف كورتيكال ديسبريزيا بتبقى موجوده مع العيانين بتوع السنترينج كيفالي او ميدل فاريانت بتاع الهولو بريزن كيفالي. طيب الفاريانت الثاني من الهولو بريزن كيفالي هو السبت اوبتيك ديسبريزيا. السبت اوبتيك ديسبريزيا في ناس بتعتبروه مرض ثاني، او في ناس بتعتبروه من ضمن الحاجات بتاعه الفاريانت بتاعه الهولو بريزن كيفالي. السبت اوبتيك ديسبريزيا كده من اسمه هو مرض، بيبقى اسمه سبتو يعني ما فيهوش سبتم بلوستم، واوبتيك لان العين بيبقى عندهم الاوبتيك نير بيبقى سام سورت اوف هايبوبلاستيك او اتروفاي خلاص. فالعينين دول بيجي يشتكوا من فيجوال ابنورماليتي، يعني فيجوال لوس ديمينيوشن اوف فيجن، اي حاجه في الفيجن، لان الاوبتيك نير بتاعهم بيبقى هايبوبلاستيك. كمان
دي اسم تاني انا بحبه اللي هو اسمه سيبتو اوبتيك بيتيوتري ديسجينيسيس، لان هو مع سيبتم وبلوستم والاوبتيك نيرف هايبوبليزيا بيبقى كمان البيتيوتري جلاند بتبقى هايبوبلاستيك. فالبيتيوتري لما بتبقى قليله كمان او هايبوبلاستيك كل الاندوكراينال هرمونز بتاعته بتبقى قليله، فالولد ده يبقى ستانتد جروث، يبقى في الجروث هرمون بتاعه قليل، وكمان الابنورماليتي بتاعت الايه بتاعت الهرمونز اللي بتفرزها يعني ديفيشنسي اوف بيتيوتري جلاند هرمونز. ودول غالبا بيبقى عندهم اندوكراينال ديستربنس. لو العيان ما عندوش اندوكراينال ديستربنس وبيتيوتري جلاند كويسه فغالبا العيان ده بيشتكي من سيجر وايه وابليبسي. طيب عشان اشخص سبت اوبتيك ديسبليزي من اسمه كده ببساطه خالص، انا هشخص ان العيان ده ما عندوش سبتم بلوستم زي ما اتفقنا. لو ما فيش سبتم بلوستم ثلاث حاجات: شايزن كيفري، هولو بريزن كيفري، وكمان الايه السبت اوبتيك ديسبليزي. بس مع العيانين دول الاقي ابص على الاوبتيك نيرف هنا الاقي ان الاوبتيك نيرف از هايبوبلاستيك. لو بصيتوا هنا الاوبتيك نيرف كويس، هنا الاوبتيك نيرف از هايبوبلاستيك. فبالتالي تشخيص سبت اوبتيك ديسبليزي يتطلب حاجتين: عيان عنده سبتم بلاستم وكمان عنده هايبوبلاستيك اوبتيك نيرف. طيب البيتيوتري زي ما قلنا كمان بيتيوتري ممكن العيانين دوت ممكن كمان يبقى معاهم بيتيوتري تبقى هايبوبلاستيك. لو بصيتوا هنا شايفين الانفانتيبيوم صغيره ازاي والبيتيوتري جلاند صغيره ازاي، فممكن يبقى العيانين دوت كمان عندهم هايبوبلاستيك بيتيوتري، وممكن يبقى عندهم كمان حاجه اسمها ايه اكتوبيك بوستيريو بيتيوتري. البوستيريو بيتيوتري تبقى ايه تبقى اكتوبيك زي كده، فبيبقى عندهم مشاكل في البيتيوتري ايه في البيتيوتري جلاند كمان. طيب في حاجه مميزه جدا للعيانين بتوع سبت اوبتيك ديسبليزيا. على فكره سبت اوبتيك ديسبليزيا من الحاجات المهمه، انا في لجنه في امتحان الدكتوراه كانت بس عن سبت اوبتيك ديسبليزيا، هي حاله كده سبت اوبتيك ديسبليزيا. ماشي، السبت اوبتيك ديسبليزيا الفرونتال هورن بتاعها، الفرونتال هورن مميز جدا ان هو الانفيرو سيرفيس بتاعه في الكورونر بيبقى بيكت او بوينتد زي ما شايفين كده. ده الفرونتال هورن، الفرونتال هورن بيبقى بيكت كده. البوينتنج ده مميز خالص للعيانين بتوع الايه بتوع الايه السبت اوبتيك ديسبليزيا. بوينتنج ده بتاع الايه سبت اوبتيك ديسبليزيا بتاع الفرونتال هورن مميز خالص للعيانين بتوع سبت اوبتيك ديسبليزيا، ان الفرونتال هورن بيبقى ايه بيبقى بوينتد. طبعا مش ده الاساس، احنا قلنا الاساس هو ابسنس اوف سبتم بلوستم. بس انا بقول لكم لو شفتوا حاجه زي كده بص بقى على سبتم بلوستم موجود ولا مش موجود، بص على الاوبتيك نيرف موجود ولا مش موجود. يعني دي حاجات بتلوز بتخليك تنبهك ان دي ممكن تبقى حاجه زي كده. خلاص طيب كمان العيانين دول بيبقوا اسوشيتد مع اذر كونجنتال انومالي، منها الشايزن كيفري زي ما قلنا كده، ممكن يكون العيان ده عنده سبت اوبتيك ديسبليزيا ومعاه كمان شايزن كيفري، وبيبقى عنده هيتيروتوبيا او اي حاجه من الكورت كمالفورميشن اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت. طيب كده احنا خلصنا الجزء الاول من الفور برين انومالي اللي هو الفور الفنترال فور برين انومالي اللي هم الهولو بريزن كيفالي والاثنين فاريانت بتاعه اللي هو الميدل فاريانت اللي هو سنتر انكيفالي والسبت اوبتيك ديسبليزي. خلاص في حد عنده سؤال فيهم؟ طيب النوع الجزء الثاني او المجموعه الثانيه من الانومالي اللي هنتكلم عليهم النهارده اللي هم يخصصوا. خلاص احنا خلصنا السيربر هيمسفير، الانومالي بتاع السيربر هيمسفير خلصناها في المحاضره اللي فاتت اللي هي بتاع الدورسال والفنترال النهارده اللي هو الهولو بريزن كيفالي. كده خلصت السيربر هيمسفير، بنتكلم على الانوميز بتاع البرين ستيم والسيريبيلوم. خلاص الاثنين بيبقوا مع بعض اللي هو بيسموه ميد برين اند هاي برين ايه هاي برين انوميز. طيب قبل بس ما اتكلم على كده ههند شويه على شويه اناتومي في السيريبيلوم. خلاص هوبفلي المفروض ان الحاجات دي تكون عارفينها لان دي حاجات اناتومي يعني، بس انا يعني هكرر يعني ان شاء الله تكونوا حاجات قديمه يعني مش حاجات جديده. السيريبيلوم احنا في الاناتومي بتاعنا مكون من سيريبرال هيمسفير وما بينهم فاصل اسمه فيربس. خلاص وفي واسطه ما بين السيربرال هيمسفيرز والبرين ستيم بيسموه سيربيلر دانكلز، وكمان عندنا اخر جزء من تحت اسمه من السيربيلر هيمسفير بيسموه سيربيلر ايه سيربيلر بونس. طيب السيربرال هيمسفيرز اللي انا محتاج انك تركزوا عليه هو ان احنا عارفين ان السيربرال هيمسفير زي ما كان السيربرال مكون من كورتكس وجيراي يعني وايت ماتر، الكورتكس بتاع السيربيلر هيمسفير بيسموها الفوريا سيربيلر ايه سيربيلر فوريا. خلاص دي الجايروس ده بيسموه ده الفوليا بتاعت الايه بتاعت البرين بتاع السيربيلم قصدي، وده الايه دي الوايت ماتر بتاعته. انت فاهم دي الجيراي اللي هو تمثل كانها الجيراي، ودي كمان تمثل الايه الوايت ماتر بتاعته، فدي الفوليا ودي الايه ودي الوايت ماتر. طيب المهم في كده ان الفوليا دي لازم تعرفه في الكرونر وفي الساجيتال واخده منظر راديال اورينتيشن، يعني لو انا بصيت في منظر كرونر زي كده الاقيها متفرعه كده واخده راديال باترن. خلاص فده سواء كان كرونر او سواء كانت في الايه في الساجيتال زي كده ده اسمه راديال ايه اورينتيشن.
في الاكزيال الفوليا دي بتبقى واخده منظر تاني، ان هي موازيه، بيقول ان هي تبقى موازيه للكالفيريان بون. يعني انا لو عندي ديب اوكسيبيتال بون هلاقي ان الفوليا دي ماشيه كده موازيه للايه، للكالفيريان ايه، للكالفيريان بون، بارل تو ذا كالفيريان بون. يبقى دي الاورينتيشن بتاع السيرفيلر فوليا اللي انا عايزكم تعرفوه، ان هو يكون في الاكزيال بارل تو كالفيريان بون، وفي الاكس في كورونر وفي الساجيتال بيبقى راديالي ايه، راديالي اورينت. طيب بالنسبه للفيرمس، الفيرمس هو الميد لاين ستراكشر اللي بيفصل ما بين التو سيرفيلر هيمسفير. في الساجيتال ايمج حقيقه، ساجيتال ايمج في الميد لاين ساجيتال ايمج مهم انك تعرف شكل الفيرمس ده، ده مهم. ونعرف ان الفيرمس بيبقى فيه اثنين فيشرز مهمين، اثنين فيشر، واحد هنا بيسموه برايمري فيشر او بيسموه تنتوريال، لانه صايب قريب للتنتوريال سيرفيس بيسموه تنتوريال فيشر، وفي فيشر هنا بيسموه سب اوكسيبيتال فيشر. الاثنين فيشر دول يقسموا الفيرمس في الميدل في الساجيتال الى ثلاثه بارتس، بارت اولاني ده، وبارت في النص ده، وفي بارت اللي هو الاخير اللي هو الايه، الانفيرير بارت. خلاص، وبالتالي انا لما محتاج وانا ببص على ميد لاين ساجيتال ايمج في الفيرمس محتاج ان ابص اشوف التو فيشرز موجودين واتاكد ان الثلاثه بارتس موجودين، مش بايه، مش في جزء فيهم مش موجود. خلاص طيب، في الاكزيال، في الاكزيال ايمج مهم ان انا ابص على ان الانفيرو بارت بتاع الانفيرو اسبكت بتاع الفيرمس بيبقى ليه شكل مميز خالص، بيبقى ليه بوينتد اند كده، بيبقى ليه كده زي بوز كده قدام. خلاص، حتى ليه اسم كده اسمه نوديولس، بس مش مهم يعني. فده الجزء ده المدبب خالص بتاع الانفيرو بارت. والسوبير بارت بتاعه اللي هو اعلى حته من الفيرمس في الاكزيال ايمج، بتلاقي ان الفوليا بتبقى ليها اورينتيشن اللي احنا قلنا عليه في الاكزيال اللي هو بره الكالفيريان بون، دي لا بتبقى ماشيه مور ليس هوريزونتال، شكل ايه، بتبقى هوريزونتال كده. خلاص، دي الايه، دي السوبير فيرمس، ده المنظر بتاع السوبير اسبكت بتاع الفيرمس، وده المنظر بتاع الانفيرو اسبكت بتاع الايه، بتاع الفيرمس. طيب بعد كده هنتكلم عن التونسل. والتونسل هو عباره عن هي الموست ميديال اند موست انفيرير اسبيكت اوف ذا سيربيلر هيمسفير. يعني ده لو السيربيلر هيمسفير، ده السيربيلر هيمسفير. الموست ميديال اند موست انفيرير اسبيكت اوف ذا سيربيلر هيمسفير اللي هو ده، اللي هو ده، ذيس از اي التونسل. خلاص، اللي هم دول الاثنين تونسل. مهم حاجتين في التونسل، لازم اعرف ان الانفير بوردر بتاعهم ما يتعداش الفورم الماجنم. يعني ده الفورم الماجنم، لو رسمت خط كده المفروض الانفيرو اسبكت بتاعهم ما ينزلش تحت الفورم الماجنم، ده اول حاجه. تاني حاجه ان الشيب بتاعها لازم تكون راوندد، يعني لو بصيت على الانفيرو سيرفيس كده لازم يبقى راوندد كونتور، ما ينفعش يبقى اي حاجه ثانيه. خلاص، ده الاثنين علامتين بتاعه التونسل. يبقى التونسل موست انفيرير اند ميديال اسبكت اوف سيربيلر هيمسفير، اند ذا لوور بوردر بتاعها لا يتعدى فورم الماجنم، ولازم يكون راوندد ايه، راوندد ابييرنس. اخر حاجه السيربيلر بدانكل، احنا عندنا ثلاثه سيربيلر بدانكل، عندنا سوبيريور سيربيلر بدانكل، ميديال سيربيلر بدانكل، وانفيرير سيربيلر بدانكل. اكبر واحده وافخم واحده هي الميديال سيربيلر بدانكل، اللي هي دي اللي هي توصل البونز بالايه، بالسيربيلر هيمسفير، فدي اكبر ايه، اكبر واحده اللي بيسموها ميديال سيربيلر بدانكل. طيب اصغر واحده هي السوبير سيربيلر بدانكل، وهي بتوصل الميبرين او التكتم بتاع الميبرين، بتبقى رفيعه خالص كده. خلاص، بالسيربيلر من ورا، دي السوبير سيربيلر بدانكل. اخر واحده اللي هي الانفيرو سيربيلر بدانكل، وهي بتوصل المضله بالايه، بالسيربيلر هيمسفير اللي هم ده وده. خلاص، فدي بيسموها الانفيرو سيربيلر ايه، انفيرو سيربيلر بدانكل، ويمثلوا الميبرين او المضله بالاثنين بدانكل ده كانهم اثنين قاعدين في ظهر بعض. خلاص، ودي ده واحد وده رجليه، ده واحد وده رجليه، مش مهم. فدي الايه، الايه، الانفيرو سيربيلر ايه، الانفيرو سيربيلر بدانكل. طيب ده كان الاناتومي بتاع، بسرعه جدا، الاناتومي بتاع السيربيل. طيب الانوماليز اللي هنتكلم عليها اللي تخص السيربيل والبرين ستيم بيقسموهم لثلاث حاجات، اناماليز مخصصه خالص بتافكت بس السيربيل، خلاص، واناماليز بتافكت البرين ستيم، واناماليز بتافكت البرين ستيم والسيربيل مع بعض. خلاص، الاناماليز بتاع البرين ستيم مش هنتكلم عليهم لانهم مش مهمين خالص، مش موضوع. طيب الاناماليز بتاع السيربيلم بس، في اناماليز هنتكلم عليهم، اناماليز بتاع السيربيلم بس، واناماليز اللي بتجتمع بيها السيربيلم، يعني في مشكله في السيربيلم ومشكله في البرين ستيم مع بعض. خلاص، طيب هنبدا بالاناماليز اللي بتخص بس السيربيلم، ودولت مرضين او مجموعتين. المجموعه الاولانيه اللي بتخص السيربيلر هيمسفير، مشاكل في اناماليز السيربيلر هيمسفير وتشمل الديسبليزيا، واناماليز بتخش بتعمل اناماليز بالسيربيلر فيرمس اللي هو الميد لاين ستراكش، وده يشمل داندي ووكر مالفورميشن، رومبينج كيفالين سينابسز، وايزوليتد فيرميان اي هايبوبليزيا. طيب اول حاجه السيربيلر ديسبليزيا، السيربيلر ديسبليزيا دي ببساطه خالص شبه الكورتيكال ديسبليزيا، زي الكورتيكال مالفورميشن احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. خلاص، دي مشكله في الكورتكس او الفوليا بتاعت السيربيلم، الفوليا بتاعت السيربيلم شكلها ايه، شكلها غريب. خلاص، طيب بعرفها ازاي؟ ببساطه خالص، ايه رايكم في المنظر ده بتاع السيربيلر فوليا؟ ايه رايكم في الاورينتيشن ده؟ كرونر وساجيتال، ده كرونر، الاثنين كرونر ايمج اصلا، بس
ايه رايك في الاورينتيشن بتاع السيريبولار فوليوم؟ اه بالظبط، دي مش ريديالي اورينتد، المنظر اللي احنا متعودين عليه دي، لا شكلين ايه ماشيين بالعض هنا، وشكل هنا ده المفروض تبقى اورينتد، ما فيش هنا فوليا وشكلها غريب. خلاص في المنظر الفوليا اول ما الاقي ان الليكنج اوف اربورايزيشن نورمال اربورايزيشن اوف ذا سيريبيلار فوليا، ده من ده من ضمن التشخيصات بتاعت ايه سيريبيلار ديسبليزي. كمان ان انا لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان الكورتيكال الكورتيك كونتور بتاعته هتلاقي فيه سام سورت اوف كونتور ابنورماليتي، تحس ان هو ريجولار، ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى مع الايه سيريبيلار ديسبليزي. في بعض الاحيان قد تلاقوا ان في كليفت سي اس اف كليفت كده بيبقى موجود في السيريبيلار ديسبليزي، كل الحاجات دي مع الليكنج اوف اربورنايزيشن ده يقول ان العيان ده عنده سيريبيلار ايه سيريبيلار ديسبليزي. ايه رايكم هنا في السيريبيلار فوليا اخبارها ايه؟ ايه رايكم في المنظر ده؟ يعني المفروض ده اكزيل ايمج، اه شايفين ده ماشيه كده وهنا واحده ماشيه كده، المنظر ده مش طبيعي يعني، ده ده ده, ده حتى هنا في الاكزيل شايفين ده نورمال، ده مش نورمال، لان المفروض يكونوا ماشيين ايه ماشيين منظر زي كده في الاكزيل، ده مش نورمال. خلاص فليكنج اوف نورمال اربورايزيشن او سيريبرال فوليا ده مع الايه مع السيريبيلر ايه سيريبيلر ديسبليز. خلاص السيريبيلر ديسبليز ممكن تكون فوكال زي كده يعني واخده بس جزء من من السيريبيلر هيمسفير، وفي ممكن تكون واخده ديفيوز يعني كل السيريبيلر هيمسفير ايه او سيريبيلر هيمسفير بيبقى ايه انفولف، في منها ديفيوز وفي منها فوكال ايه فوكال تايب. طيب اما الانوماليز اللي بتخص السيريبيلر بيرميس، فاول واحد واشهرهم اللي هو داندي ووكر كونتينيون او داندي ووكر مالفورميشن او داندي ووكر سبيكترم. هقول لكم ليه سموه سبيكترم كمان شويه او كونتينيون، ده معناه سبيكترم. طيب العينين بتاع داندي ووكر ده اللي هو عندهم فيرمين هايبوبليزي يعني فيرمين مش موجوده او مش متخلاه او هايبوبلاستيك، ايه المشكله اللي بتحصل؟ بيحصل ان في اوبستراكشن للفورث فنتركل بدري خالص، يعني فورث فنتركل بيتقفل بدري خالص بدري جدا قبل ما الفيرمس تتخلق خالص، قبل ما الفيرمس بتاعتنا تتخلق. فايه اللي يحصل لما الفورث فنتركل ده اوبستراكت يبدا يدايليت ويبدا يملا جوه كل البوستيرو فوس، لما يرجع لورا يملا كل البوستيرو فوس الفيرمس مش تتخلق لان لسه ما اتخلقتش، مفيش مكان ان الفيرمس تتخلق، خلاص السيست دي خدت كل مكان فالفيرمس ما تتخلقش. فهو ده العين بتاع الايه بتاع العين بتاع الداندي ووكر ما فهمش. فهو الداندي ووكر عباره عن اوبستراكشن الفورث فنتكل بدري خالص قبل ما تتخلق الفيرمس، فبدا يبقى في بالون وياخد كل البوستيرو فوس، فيبقى في سيست كبيره في البوستيرو فوس معاها عدم او ابسنس او 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 هايبوبليزيا اوف ذا فيرمس. طيب العيانين دول بيشتكوا من ايه؟ عاده العيانين دول بيبقى عندهم حجم راسهم كبير. ليه عندهم حجم راسهم كبير؟ لان العيانين دول اصلا عندهم هيدروكيفالس، ما هو العيان ده عنده فنتريكولار اوبستراكشن الفورث فنتريكل مقفول، فعندهم عاده هيدرو ايه هيدروكيفالس، او وبالتالي تلاقي الولد ده يبقى ماكروكيفالك. كمان ممكن لما بيضغط الحاجات دي ممكن يبقى يحصل سام سورت اوف ديفلوبمنتال ديلي وديليد اوف موتور والمشي ويتاخر، كل الحاجات بتاعته دي بتتاخر. طيب عشان اشخص الداندي ووكر كونتينيوم او داندي ووكر مالفورميشن محتاج حاجتين، محتاج ان انا الاقي في سيست ان ذا بوستير فوسا، في سيست ان ذا بوستير فوسا معاها هايبوبليزيا اوف ذا فيرمز. يبقى انا عندي حاجتين عشان اشخص فيهم داندي ووكر، سيست ان ذا بوستير فوسا معاها هايبوبليزيا اوف ذا ايه اوف ذا فيرمز. شايفين هنا ده في سيست ان ذا ميد ان ذا بوستير فوسا. ايه رايكم هنا في الفيرمز في الميد لاين ساجيتال ستراكشر؟ ايه رايكم؟ يعني انا المفروض الفيرمس ده ممكن اه شايف ده مثلا فوق هنا في البرايمري فيشر بس ولا شايف فيه الاوكسيبيتر فيشر ولا بقيه الجزء التحتاني خالص من الفيرمس مش موجود. الدليل اهو الجزء هنا ما فيش اي فيرمس، ده سيربيلر هيمسفير ما فيش هنا اي فيرمس. وبالتالي عشان اشخص داندي ووكر محتاج حاجتين، سيست ان ذا بوستيرو فوسا معاها هايبوبليزيا او اجينيسيس او بارشل اجينيسيس اوف ذا ايه اوف ذا سيربيلر ايه سيربيلر فيرمس. طيب السيست اللي موجوده في البوستير فوسطة دي هي بتكبر تكبر وتبدا تخلي الايه البوستير فوسطة كبير، فتلاقي ان في العين دوت عندهم لارج بوستير فوسطة. هنخرج اخر المحاضره لما نتكلم على الكاري هنعرف ان في حاجات بتصغر البوستير فوسطة زي الكاري ده، الداندي ووكر بالعكس ده بيكبر البوستير فوسطة لان في سيست موجوده في البوستير الايه سيست، كل دي سيست مع اجينس اوف ذا او هايبوبليزيا. بصوا هنا دي الفيرمس بس فين الجزء الثاني بتاعها ما فيش مش موجود، فكل ده بتاعه الايه بتاع الداندي ووكر مالفورميشن. كمان السيست دي لما بتبقى موجوده تبدا تزق الحاجات، فتلاقي الفيرمس دي مرفوعه لفوق بيسموها كاونتر كلوك وايز روتيشن اوف ذا فيرمس. كمان حاجه بيحبوها اللي هو تروكيلر هيرفول لاي اليفيشن. انتوا عارفين تروكيلر هيرفول لاي ده ايه؟ تروكيلر هيرفول لاي ده هو الكونفلوينس اوف ساينسز،
يعني السيفير ساشتا ساينس لما يجي يتحب مع الستريت اللقاء ده بيسموه تركيلر هيرو في اللاي. التركيلر هيرو في اللاي المفروض ان هو بيبقى مكانه تحت خلاص، السيست دي تيجي ترفعه لان هي بترفع كل حاجه، كل السيرفوس بترفعه لفوق. حتى بيقولوا ليها اسم اسمه تروكيلر لامدويد انفيرجن. هو ايه تروكيلر لامدويد انفيرجن؟ قالوا ان المفروض ان الكونفرنس اوف ساينس ده يبقى تحت، بيبقى تحت مستوى اللامدويد سوتش. احنا عندنا سوتش اسمه لامدويد، بيبقى مكانها تحت اللامدويد سوتش. لما السيست تترفع فترفع التروكيلر هيرو في اللاي، فيحصل الريشن دي تتعكس، بدل ما تبقى تروكيلر هيرو في اللاي تحت اللامدويد، لا عكس، يبقى تروكيلر هيرو في اللاي فوق الايه، فوق اللامدويد سوتش، فسموه تروكيلر لامدويد ايه، لامدويد انفيرجن. طيب سموه سبيكترم ليه؟ لانه في في حاجات يعني درجات، يعني ممكن يبقى الفيرمس تبقى هايبو بلاستيك جدا كده خلاص، وممكن يبقى لا في جزء كبير من الفيرمس موجود. فعلى حسب قد ايه الهايبوبليزيا بتبقى موجوده من الفيرمس بيبقى سبيكترم، عشان كده سموه سبيكترم. حتى في ناس بتقول لما بيبقى في بارشل اجينيسيس اوف فيرمس، يعني حاجه جزء صغير من الفيرمس هو اللي مش موجود، يسموه دانديوكر فاريانت. هو يعني هو في الاخر تيز سبيكترم مع بعض يشمل بوستير فوسا سيست مع اجينيسيس او بارشل اجينيسيس اوف ذا ايه اوف ذا فيرمس. طيب اسوشيتد انومالي، اسوشيتد انومالي بيبقى مشهور معايا ان هو يبقى ده انا عندي عنده ايه، اجينسيس اوف كورباس كلوزم. لو كنت فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم لما يبقى اجينسيس اوف كورباس كلوزم بصوا على البين كويس وعلى البصير فصه، لان معظم الاستراكشر اللي بتتكون وقت تكوين الكورباس كلوزم بتتكلم بتتكون في وقت الايه كورباس كلوزم، وبالتالي لو حصل انسف كورباس كلوزم ممكن يحصل في حاجات ثانيه. فبالتالي الاجينسيس بتاع الكورباس كلوزم ده ممكن يبقى اسوشيتد مع العيانين بتوع داندي هوكر. طبعا العيانين دول بيبقى عندهم هايدروكيفالس، لان في الاصل قلنا ان هم اصلا في الاصل هي عباره عن اوبستراكشن اوف ذا فورث ايه او ذا فورث فينتر. طيب وبالتالي في ديفرنشال دايجنوز مهم لازم نركز فيه، هو لما الاقي فيه سيست انت بوستير فوس، لما الاقي فيه سيست في البوستير فوس. في عندنا اربعه ديفرنشال دايجنوز مهمين، من ضمنهم الداندي ووكر ده واحد، تاني حاجه حاجه اسمها بليك اوف باوتش سيست ده تاني واحد، وتالت واحد اللي هو اراكنويد سيست، والرابع اللي هو ميجا سيستيرنا مال. طيب معظم الناس عارفين الاراكنويد سيست والميجا سيستيرنا مال، بس بليك اوف باوتش سيست ده ممكن يبقى في ناس مش عارفاه. البليك اوف باوتش سيست ده هو عباره عن ايه؟ هو شبه بالظبط الداندي ووكر، يعني سبب الاوبستراكشن بتاع الداندي ووكر اللي حصل فورث فنتريكل اوبستراكشن، ولكن في فرق ان الاوبستراكشن ده حصل بعد ما اتكونت الايه؟ بعد ما اتكونت الفيرمس، وبالتالي هلاقي سيست اوف ذا بوستيرور فوسا ولكن الفيرمس ايه؟ الفيرمس ده موجود. طيب وبالتالي العين ده يبقى عنده هيدروكيفالس ولا ما يبقاش عنده هيدروكيفالس؟ ليه؟ ما هو حصل اوبستراكشن للفورث فنتر يبقى عنده، ما هو مش هو كده كده حصل، هو الفرق بس في التايمنج. لو انا هو كده الاثنين فيهم اوبستراكشن اوف فورث فنتر وبالتالي عندهم هيدروكيفالس، الفرق في التايمنج. لو واحد حصل قبل ما الفيرمس تتكون فمش هيخلي الفيرمس تتكون اللي هو داندي ووكر، وواحد حصل بعد ما الفيرمس اتكونت خلاص ما هيعمل، لا الفيرمس اتكونت ممكن يزقها وبتاع بس هتبقى موجوده خلاص، ولكن الاثنين بيبقوا معاهم ايه؟ اسوشيتد هيدروكيفالس. وبالتالي عشان افرق ما بينهم، ما بين الايه، ما بين الديفرنشال دايجنوز بتاع ريترو سيريبيل او بوستيرو فوسا سيست، لازم اول حاجه ابص على الفيرمس. يعني انا لقيت سيست في البوستير فوس، اول حاجه ابص على الفيرمس. لو لقيت الفيرمس مش موجوده او بارشل اجينيسيس يبقى العين ده داندي ووكر، يبقى ده اول حاجه. يبقى انا بصيت على البوستير فوس، ببص على الفيرمس، لقيت الفيرمس جزء فوقاني مش موجود والجزء الثاني مش موجود، خلاص يبقى ده داندي ووكر، خلصت منه. ماشي. طيب لقيت الفيرمس موجود خلاص، ابص على ايه؟ ابص على اذا كان معاه اسوشيتد هيدروكيفالس ولا لا. لو لقيت معاه اسوشيتد هيدروكيفالس يبقى ذيس از ا بليك اوف باوتش سيست، خلاص يبقى الفرق ما بين الاثنين هو الايه، اجنس اوف فيرمس. طيب لو ما لقيتش هيدروكيفالس يبقى انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما تبقى اراكنويد سيست يا اما تبقى ميجا سيستيرنا ماجنا. تبص على الماس افكت، لو السيست اللي موجوده دي عامله ضغط على السيريبيلم على بقيه بتاعه، يعني في ماس افكت، يبقى ذيس از اراكنويد سيست. لو مش عامله اي ضغط يبقى ذيس از ميجا سيستيرنا ماجنا. تمام، يبقى ده الديفرنشال دايجنوز بتاعنا. اول حاجه بص على الفيرمس موجود ولا مش موجود، لو مش موجود يبقى دي داندي ووكر وخلصنا. طيب لو موجود الفيرمس ده ما تخلى او موجود كله، ابص على هيدروكيفالس، لو هيدروكيفالس يبقى اسمها بليك اوف باوتش ايه سيست. طيب لو هو اللي مفيش هيدروكيفالس يبقى عندي حاجه من الاثنين، ابص على الماس افكت، لو في ماس افكت يبقى اراكنويد سيست، لو مفيش يبقى ده ميجا سيستيرنا ايه ماجنا. طيب ما تعتمدوش على، اعتمدوا على الماس افكت على الضغط وعلى السيربيلم، ما تعتمدوش على السكالوبينج بتاع الايه بتاع، يعني مشهور جدا ان الاراكنويد مثلا بتعمل سكالوبينج للايه للبون،
ماشي. وبالتالي انا ممكن اقول ده ما في سكالوبنج يبقى ده اركنويد مش ميجا سيستم ماجنا. لا ما تعتمدوش على كده، لان ميجا سيستم ممكن تعمل سكالوبنج، لان هي ستيل كوميونيكيتنج مع البلسيشن ده ممكن تعمل سكالوبنج. وبالتالي دونت ريلاي ابون ذا سكالوبنج اوف كالفيريان بول. الماس افكت قلنا الماس افكت اللي على السيريبيلم، لو هو ضغط على السيريبيلم ولقيت فيه ماس افكت يبقى ذيس از اركنويد سيست، لو ما فيش يبقى ميجا سيستم ماجنا. ايه رايكم في الثلاث حالات دول؟ هم كلهم بيتميزوا ان في سيست انت بوستيرو فصه، خلاص سيست انت بوستيرو فصه ماشي، و وعايز افرق ما بينهم. ايه رايكم؟ وانا هقول لكم ان هو اول حاجه الفيرمس ده موجود كامل ولا مش كامل؟ طب فين الجزء اللي مش كامل؟ يعني انا مثلا الفيرمس ده انا شايف البرايمري فيشر وشايف سب اوكسيبيتر فيشر وشايف ثلاثه بارت بتوع الفيرمس كامل، خلاص ده برضو نفس الكلام وده نفس الكلام والثلاثه بارت بتوعه موجودين وده نفس الكلام، فهم الثلاثه كاملين. انا كنت اقول لكم ان هم من الاول ان الفيرمس ثلاثه موجودين، بس انتوا بقى قولوا بقيه الحاجات بعد كده. يبقى ده ينفع يبقى فيهم داندي ووكر؟ ما ينفعش، يبقى ده مش داندي ووكر خلاص. طيب نعم، ثاني حاجه الاولاني في هيدروكيفالس، يبقى باك وفاوت تشيست، يبقى خلاص الاثنين دولت ما فهمش ايه، ما فهمش هيدروكيفالس. ابص على ماس افكت، ايه رايكم هنا في ماس افكت ولا مفيش؟ في ماس افكت يبقى ده إيه، ودي مفيش ماس افكت يبقى دي ميجا سيستم ماجنا خلاص. اوكي طيب ممكن الفيرمس تبقى هايبوبلاستيك او اجينيتيك لوحدها ايزوليتد من غير سيست، ويسموها ايزوليتد فيرمين هايبوبليزي، ودي بنشوفها كتير خلاص. فبالتالي الفيرمس ممكن تبقى هايبوبلاستيك ومعاها سيست، يبقى ده بقى ابص على الحاجات بتاعت داندي ووكر خلاص. او ممكن تبقى مش موجوده لوحدها من غير سيست ولا اي حاجه، يبقى بيسموها دي ادي ده ما فيش هنا فيرمس، يبقى ده ايزوليتد فيرمين ايه، فيرمين هايبوبليزي. طيب او ممكن تبقى مش موجوده خلاص، ويحصل ايه، ويحصل ان زي ما حصل كده في السيريبرال هيمسفير، ان السيريبلر هيمسفير يلحموا مع بعض، بيسموها رومبنج فان سينابسز، ان الاثنين حصل سينابسز ما بين التو سيربلر هيمسفير. انا عارف ان الموضوع صعب شويه، بس الحاجات دي والله بنشوف يعني 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 مفيش حاجه من الحاجات دي انا ما شفتهاش مثلا اكتر من 10 مرات مثلا، يعني ما عدا ده ممكن شفته ده مرتين رومبنج فان سينابسز. بس الهولوبزن كيفري ده مشهور جدا، سبت اوبتيك ديسبليزيا بقول لكم امتحنت عليها، فالحاجات دي مشهوره. رومبنج فان سينابسز شفته مرتين خلاص، ان يبقى في ال 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 ال, 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 ال الفيرمس مش موجود والتو سيربلر هيمسفيرز ايه لاحمين مع بعض خلاص. طيب بيبقى ليه منظر بشكل مميز خالص، انك تلاقوا ان الفوليا دي ماشيه بالعرض خلاص، ماشيين بالعرض ومفيش اي فيرمس موجود، شايفين ده ماشي بالعرض ومفيش اي فيرمس ايه فيرمس موجود. التشخيص سهل خالص يعني خلاص ماشي. ساعات كتيره قوي لما 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 يبقى الفيرمس اتشال فالتو سيريبلر هيمسفير قربوا مع بعض، فتحس ان الفورث فينتكل بقى صغير، بيسموه دايموند شيب او سمول ودايموند اي شيب، لان التو سيريبلر هيمسفير الفيرمس كانت بتدي براح كده، فلما التو سيريبلر هيمسفير لحموا مع بعض فالفورث فينتكل بدا يبقى ايه دايموند شيب او سمول او كي هول فورث فينتكل خلاص. طيب ده كان الحاجات اللي بتأفكت السيريبيلم، كنا قلنا قسمناهم لحاجات تأفكت السيريبيلر هيمسفير اللي هي سيريبيلر ديسبليزيا، وحاجات بتأفكت الفيرمس، لإما تكون ايزوليتد، لإما تكون معاها سيست داندي ووكر، لإما تكون معاها ان الاثنين سيريبيلر هيمسفير لحموا مع بعض فيسموهم رومبنج فال سينابسز خلاص. طيب الحاجات بقى اللي بتأفكت السيريبيلم مع الميد برين مع بعض، يعني في انوماليز بتأفكت السيريبيلم مع الميد برين، في اثنين مشهورين، واحد اسمه مولر توث مال فورميشن، وحاجه اسمها كونجنتال ماسكولار ديستروفي اللي جبنا سيرتها المره اللي فاتت خلاص. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول حاجه المولر توث مال فورميشن، اتهيالي ان في بعض الناس سمع عن حاجه اسمها جوبير ولا مفيش؟ مفيش. طيب المولر توث مال فورميشن او الجوبير سندروم او الجوبير ديزيز، ده اشهرهم جوبير، هم كلهم انوماليز تمتاز بان الميد برين او البرين ستيم بتاعنا او الميد برين يعني بيبقى شبه المولر توث، شبه السنه خلاص، بيبقى السوبيو سيربيلر بنكر بتبقى تخينه وهوريزونتالي اورينتد، ويبقى الانتر بنكر سيسترن بيبقى غالبا ديبند او بيزيد، فيتحول البرين ستيم الى شكل الايه، بيبقى شكل الايه مولر توث.
وهي الحقيقه هم اشهرهم الجوبر ديزيز. فاحنا لما بنلاقي بس هو في انوماليز كتيره جدا بتعمل المنظر ده، بتعمل المنظر اللي هو المولر توث، وبالتالي لو جه المنظر ده انت ما عليكش غير انك تقول ان ده مولر توث انومالي او مولر توث مال فورميشن، مش سبيسيفاي حاجه، لان كل انومالي من دولت بيختلف في الكلينيكال بيكتش، وبالتالي انت لما تلاقي شكل البرين ستيم شكل المولر توث هتقول ان ده مولر توث مال فورميشن فور كلينيكال كورليشن، هو كورليت. لو العيان ده عنده حاجات تانية كلينيكالي هيبقى وجينيتيكالي يعني، يبقى هيصنفهم تبع الايه، تبع الانومالي بتاعته. بس احنا 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 اكتر حاجه مشهوره عندنا الجوبير، فاحنا دايما بنلاقي مولر توث نقول عليه ده جوبير، بس ده مش صح، هو اقول عليه مولر توث مال فورميشن فور كلينيكال ايه، فور كلينيكال كورليشن. طيب المولر توث مال فورميشن ده زي ما قلنا ان هو بيتميز في الاكزيال ايمج ان برين الميد برين بتاعه بيبقى عامل شبه السنه. هو ايه اللي بيحصل؟ شايفين السوبيريو سيربيلا بلانك ايه اللي حصل لها؟ بدل ما كانت رفيعه وصغيره بدات تبقى تخينه ثيك، وبدات تبقى هوريزونتالي اورينتد، فخلاص فده المنظر بتاع الابنورمال بتاع الايه، بتاع المولر توث. كمان ان الانتر بلانكيولار سيستيرن بتاعها بيبقى بيزيد. طيب كمان في حاجه مهمه، اتفقنا ان الانوماليز دولت عباره عن انوماليز بتاعت برين ستيم وانوماليز سيربيلم، فالعيانين دولت البرين ستيم انوماليز بتاعهم ان بقى شكله عامل زي ايه، شكل المولر توث. خلاص كمان العيانين دولت بيبقى عندهم في السيربيلم ايه، بيبقى الفيرمس بتاعتهم تبقى فيها كليفت، تبقى مشقوقه. لو بصيتوا هنا الفيرمس اللي موجوده المفروض تبقى ماشيه بقى في السوبر فيرمس هنا الاقي فيها كليفت. بصوا هنا شايفين ده السوبر فيرمس في كليفت في النص، وبالتالي العيانين دول بيمتازوا بحاجتين، عندهم البرين ستيم بتاعهم بيبقى شبه المولر توث خلاص، لان السوبيرو سيربيلر بلانك بتاعهم بتبقى ثيك وهوريزونتال. كمان الايه انتر هيمسفيريك فيشر بتاعها او الفيرمس بتاعهم بيبقى ايه، بيبقى كليفتد. طيب ده المنظر المميز خالص للعينين بتوع الايه، بتوع المولر توث مال فورميشن. برين ستيم بيبقى شايفين شبه السنه بالظبط، المولر توث كده، السوبيرو سيربيلر بلانك بتبقى ثيك وهوريزونتالي اورينتد، والانتر بلانكر سيستيرن بتاعها بيبقى ديبن. وبيقولوا الانتر بلانكر سيستيرن بتاعها بيبقى ديبن لان البرين ستيم اصلا الجرث بتاعه بدا يبقى صغير. وبيقولوا ان الجرث بتاعه بدا يبقى صغير ليه؟ لان المفروض ان الفايبرز بتاعت السوبيريو سيربيلر بدنكل بتكروس الناحيه الثانيه، والفايبرز دي بتكروس الناحيه الثانيه بيعمل حاجه اسمها سوبيريو سيربيلر ديكاستيشن. الكروسنج ده هو اللي بيحافظ على المين بالك بتاع البرين ستيم. لو الكروسنج ده مش موجود فتلاقي البين بالك قل، وتلاقي الانتر بلانكر سيستيرن بدا ايه، بدا يبقى يزيد. خلاص بص هنا ده باين جدا ان البالك بتاع البرين ستيم اللي هو بيسموه الايثمس بتاع البرين ستيم، شايفينه قد ايه؟ ده ناره جدا، يعني المفروض ان البرين ستيم ده يبقى على الاقل واخد جزء مساحه كبيره من البونز اللي تحتيه، ما ينفعش يبقى في ديسكريبنسي واضح جدا ما بين الايثمس البرين ستيم او الميد برين والبونز، ما ينفعش يبقى ده. فالبالك ده قليل جدا لان في نارو الايثمس بتاعنا خلاص اللي هو بيبقى في واضح جدا الديسكريبنسي ما بين ال الميد برين والايه والبونز. طيب وده المنظر اللي بقول لكم عليه، المفروض الفايبرز بتاعتنا بتاعت السوبر سيربيلر بلانك شايفين بتمشي من هنا لغايه هنا، بتمشي من هنا لغايه هنا، يعني بيحصل فيه كروسنج هنا سوبر سيربيلر بلانك. لو الكروسنج ده مش موجود فالفايبرز دي مش هتبقى موجوده، وبالتالي الانتر بلانكر سيستم يبقى ديب، وبالتالي البالك بتاع البرين ستيم يبقى ايه، يبقى قليل. على فكره الكروسنج ده مهم، مهم في ايه؟ ان الفايبرز الداب بتاعته عكس الفايبرز بتاعت مثلا كورتيكو سباينال تراكت. يعني ايه؟ يعني لو حصلت مشكله، انتوا عارفين ويلر ديجنريشن صح؟ لو مثلا حصل مشكله في الرايت سيربرال هيمسفير، الويلر ديجنريشن بيحصل في البرين ستيم على اي ناحيه؟ يعني انا عندي مثلا ماسيف رايت سيربرال سيربرال هيمسفير انفاركشن على الناحيه اليمين، خلاص اتوقع ان الويلر ديجنريشن بتاع البرين ستيم على اي ناحيه هو البتاع؟ لا نفس الناحيه، الكورتيكو سباينال تراكت واللي هي نازله الكروسنج بتاعها بيبقى تحت خالص، ده في المضلة خلاص، فالكروسنج تحت، فلاقي البرين ستيم ده على نفس الناحيه بيبقى ايه، بيبقى تروفايل. انما السيربيلم بيبقى العكس، يعني السيربيلم لو لقيت الماسيف انفاركشن بتبقى على نفس على الناحيه اليمين، هتلاقي الاتروفي بتاعه بيبقى على الناحيه الشمال من السيربيلر هيمسفير، بيسموها كروس سيربيلر دايس كيزز. ما سمعتوش حاجه كده خالص؟ ماشي مش مشكله. فهو يعني ده سببه ايه؟ سببه الديكاستيشن اللي بيحصل فوق خالص على مستوى البرين ايه، على مستوى البرين ستيم، مش مشكله انا اسوي ده. طيب تاني حاجه، يبقى ده كان المولر توث، وعرفنا ان في انوماليز بتاع في البرين ستيم بتبقى على هيئه مولر توث، وانوماليز في السيربيلا بتبقى على هيئه كليفتنج بتاع الايه، بتاع الفيربس. خلاص
طيب تاني انوماليز اللي بتأفكت البرين ستيم والسيربيلم اللي هي كونجنتال ماسكولار ديستروفي. وانا قلت هنت كده عنها المره اللي فاتت عن كونجنتال ماسكولار ديستروفي، وقلت لكم كونجنتال ماسكولار ديستروفي ده نوع من انواع الماسكولار ديستروفي او نوع من انواع المايوباثي اللي بيحصل كونجنتال. خلاص زي حاجات المشهوره بتاعه الدوشين والبيكر خلاص، ولكن بتحصل في سن بدري خالص كونجنتال يعني. خلاص العيانين دولت العيانين الكبار شويه اللي هم بتوع الدوشين والبيكر بيبقى ليهم مميزين لانه عندهم ضعف في عضلات، فحتى بيقول لك ان هم بيبقى ليهم طريقه مميزه هم ايه جايين يطلعوا مثلا السلم، جايين يقوموا وهم نايمين وجايين يقوموا، ففي حاجات كده مميزه لو كنتوا فاكرين يعني بتاع الدوشين والبيكر. بتقول العيال الصغيره اللي هتكون جدا ماسكو دي في اصلا ما بيتحركوش خلاص، فمش هتلاقي المانر ده، انما هتلاقي في حاجه تانية زي بيسموها ان العيان ده كله يبقى هايبوتونيك بيسموه فلابي انفنت. تلاقي الولد كله ايه كله فلابي كده كله يعني مثلا لما تيجي ترفعه من البيت تلاقي راسه رمت لورا وهكذا، ده بيسموه فلابي انفنت لان ده مايوباثي بيحصل في سن قبل ما الولد اصلا يتحرك، فمش هيمنفست غير بكده. خلاص طيب العيانين بتوع كونجنتال ماسكولار ديستروفي دولت ايه اللي مميز فيهم؟ الانوماليز بتاعتهم في البرين ستيم مميزه خالص. الانومالي بتاع البرين ستيم بتلاقي ان البرين ستيم واخد حاجه اسمها زد شيب ديفورميتي، تلاقي البرين ستيم شبه زد شيب ديفورميتي خلاص، زد شيب شبه زد شيب كده خلاص، زد شيب ديفورميتي اوف ذا برين ستيم. طيب الانومالي بتاعت السيربيلم، قال ان السيربيلم بتاع العيانين بتوع كونجنتال ماسكولار ديستروفي بيبقى غالبا هايبوبلاستيك يعني صغير خلاص، سواء كان الفيرمس او سواء كان السيربيلم هيميسيد صغيرين، ولكن في حاجه مميزه جدا ليهم ان هم بيبقى احتوى على سيربيلر سيست خلاص. بيقولوا ان وجود السيربيلر سيست دي باثوجنومونيك للعيانين بتوع كونجنتال ماسكولار ديستروفي، باثوجنومونيك للعيانين، لان انت لو لقيت سيربيلر سيست ده باثوجنومونيك للعيانين بتوع كونجنتال ماسكولار ديستروفي خلاص. يبقى العيانين بتوع كونجنتال ماسكولار ديستروفي بيبقى عندهم حاجتين، انومالي بتاعت البرين ستيم زد شيب ديفورميتي اوف ذا برين ستيم، ومعاهم ايه معاهم هايبوبليزيا اوف ذا سيربيلم هيز فير مع وجود ايه وجود سيربيلر ايه سيربيلر سيست. طيب كمان حاجه قلناها المره اللي فاتت بالظبط انا عليك، العيانين دول بيبقى عندهم باثوجنومونيك ليهم العيانين عندهم تايب 2 لانسر كيفري او كابل ستون لايف سن كيفري اللي هو بيبقى ريديوس سالكيشن ومعاهم ايه معاهم سيريتد ايه سيريتد انر بارد اللي هو تايب 2 لايسن ايه لايسن كيفري. وبالتالي العيانين دول الكونجنتال ماسكولار ديستروفي بيبقى عندهم انوماليز في البرين ستيم وبيبقى عندهم انوماليز في الايه في السيربيلر هيمسفير. خلاص يبقى احنا كده خلصنا تاني جزء او تاني مجموعه من المجموعات بتاعت الايه بتاعت الانوماليز اللي واخده الايه واخده البرين ستيم والايه والسيربيلم. خلصنا مجموعه السيربرال اللي هو الهولو بزنكفري والفاريانت بتاعته، خلصنا مجموعه الهايند برين اللي هو البرين ستيم والسيربيلم، وخدنا الحاجات اللي بتافكت السيربيلم بس، وخدنا حاجات اللي بتافكت الاثنين مع ايه الاثنين مع بعض. اخر مجموعه اللي هي بتاعت كرينيو سيرفايكال جانكشن انوماليز، وان شاء الله دي المفروض اسهل حاجه يعني معظم الناس عارف سمعوا عنها اللي هو الكياري ايه كياري مالفورميشن. الكياري ده عباره عن ايه؟ احنا عندنا ثلاث انواع من الكياري، عندنا كياري تايب 1 وعندنا كياري تايب 2 وعندنا كياري تايب 3، ثلاث انواع من ايه من الكياري. كلهم بيتميزوا بحاجه مهمه ان هم عندهم درجات مختلفه من البوستير فوسا سمول سايز بوستير فوسا، ان البوستير فوسا بتبقى تبدا ايه تبدا صغير تبقى صغير. ابسطهم في الكياري تايب 1 بيبقى البوستير فوسا تبقى صغيره نسبيا خلاص، ويبدا فلما البوستير فوسا تبقى صغيره تبدا الحاجات الموجوده فيها ايه تبدا تنزل، ما هو المكان ضيق فيبدا ايه تنزل من ايه من مكانها. اللي بينزل في كاري تايب 1 التونسل بس، التونسل بتاعت السيربيلر هيمسفير هي اللي بتبدا تنزل ايه في مكانها في الكاري تايب ايه تايب 1. في كاري تايب 2 البوستير فوسا تبدا الحجم بتاعها يصغر اكتر، فيبقاش بس التونسل هي بتنزل، لا ده بتنسل وبتبقى بقيه الاستراكشر بتاعت الايه بتاعت السيربيلم، ممكن الاقي التونسل ممكن الاقي فيرمس كل ممكن الاقي حاجات كتيره بدات ايه تبقى تنزل. خلاص الكياري تايب 3 كياري تايب 3 مش بس ال بدات تنزل، لا لا السموث بصير فوسط بقى تبقى صغيره تصغر جدا، وبتبدا السيربيلم سفير تبدا يهرنيت لورا من بقى يخرج بره البرين خالص ويسموه انكفالوسيل. فهو عباره عن الكياري عباره عن درجات من الايه من البوستيرو فوسا سمول سايز بوستيرو فوسا. طيب العيانين بتوع كياري تايب 1 اللي احنا اتفقنا عليهم ان هم بيبقوا عندهم السمول سايز بوستيرو فوسا وبتبدا التونسل تبدا ايه تبدا تهرنيت تحت. طيب الحقيقه في عندهم السيمبتومز بتاعتها مشكله بتاع العيان بتاع كياري تايب 1 بالذات، السيمبتومز مشكله ليه؟ لان 50% منهم اسيمبتوماتيك خلاص، و50% او نسبه كبيره جدا من الناس الثانيه بيبقى عندهم هيدك خلاص. وبالتالي انت بتقابلك مشكله، ليه مشكله؟ لانك انت لو شخصت العيان ده عنده كياري تايب 1 خلاص، هو السيمبتومز بتاعته ايه؟ عباره عن هيدك. ممكن الهيدك ده اول حاجه الهيدك ده سبجكتيف جدا،
تاني حاجه ممكن الهيدك ده يكون ريليتد للكياري وممكن ما يكونش ريليتد للكياري، ممكن يكون عنده هو هيدك من اي سبب تاني. وبالتالي لو انت قلت العيان ده عنده كياري والعيان ده عنده وان الكياري ده هو سبب الهيدك، العيان ده هيخش عمليه. خلاص العيان ده لو دخل عمليه وكان فعلا الكياري ده ليه، خلاص هيخف سبب الهيدك هيخف. انما لو الكياري ده ما كانش ليه علاقه بالهيدك فهو انت دخلته العمليه وما استفادش، فانت هتبقى مطلوب منك تقول له هل نحن نعرف ان الكياري ده هو فعلا اللي مسبب الهيدك ولا ملوش علاقه، وبالتالي نخش عمليه. هقول لكم ازاي بالايمجنج دلوقتي نقدر نقول ان الكياري ده ليه علاقه بالهيدك ولا لا. طيب السن بتاع الكياري ملوش سن، خلي بالكم، يعني ممكن اشخصه في سن 10 شهور وممكن اشخصه في سن 65 سنه لان هو اسيمتوماتيك. خلاص فبالتالي ملوش ايه، ملوش سن، خلي بالكم. طيب عشان اشخص كاري، عشان اشخص كاري محتاج حاجتين، محتاج ان ماشي بس البصيرة الفوسطى بتبقى صغيره في الكاري تايب 1 بس بتبقاش ملحوظه قوي صراحه. خلاص الملحوظ بيه بيبقى التونسل هي اللي بتبقى زي ما قلنا ان البصيرة او الانفيرو اسبكت بتاعها ما ينفعش يبقى ينزل تحت الايه فورامين، ايه فورامين الماجن. لقيت ان البصيرة اسبكت بتاع او الانفيرو اسبكت بتاع التونسل، شايفين التونسل اهو، شايفين نازل تحت الايه، تحت الفورامين الماجن، بس ده ما ينفعش لوحده، ده ما ينفعش لوحده، لازم يبقى معاه حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه ان شكل البوستير فوس التونسل اللي بتاعه تبقى مدببه، شايفين بوينت، بدل ما كانت تبقى راوندد كده لازم تبقى ايه، تبقى بيكت او بوينتد. فلازم الشرطين دول، لدرجه ان هم بقوا يعتمدوا ان هم كانوا زمان بيشخصوه ان هو الايه، ان هو لو نزلت اقل من اكتر من 5 مللي يبقى ده إيه؟ يبقى ده كياري. لا قالوا ان حتى بيقولوا ان الكرايتيريا بتاعت التونسيل ديسبليسمنت اكتر من 5 مللي ده فلود كرايتيريا، يعني ويك كرايتيريا، وبالتالي ما يعتمدش عليها. انما نعتمد على ايه، اعتمد على حاجتين، ان هي نزلت كمان ان هي بدات تبقى ايه، تبقى بيك. والحقيقه البيكنج او تغيير الشكل ده ناتج من ايه، ناتج لان هي لما نزلت جوه اتحشرت جوه فبدا يبقى الضغط عليها وبدا يبقى يحصل ايه، يحصل بيكنج. كمان العيانين دولت لما تنزل بدات تنزل لتحت، فتلاقي ان الايه فورم المجنم بقت مزحمه، ما بقتش ايه، ما بقتش يعني هي كان فيها بس حاجه واحده اللي هو كورد مثلا، دلوقتي بقى فيها كود ودخلت معاه ايه، معاه تونسل جرافت، فبقيت بيحصل فيه كراودنج، ما بقاش فيه سيف سبيس حواليه. المنظر ده اقدر اشوفه بالام ار سي اس اف فلوميتري. انتوا عارفين الفحص ده صح؟ الام ار سي اس اف فلوميتري هو فحص بيشوف الداينامستي بتاعه السي اس اف، حركه الايه السي اس اف، وبيبقى ليه مع السي اس اف بيبدا يتغير حتى مع الكارديك باستيريتي. يعني لو انتوا بصيت ده نورمال مثلا، شايفين هنا سي اس اف لونه اسود خلاص، والسي اس اف هنا لونه ايه، لونه ابيض. فوانس انك لقيت ان في سي اس اف وبيتحرك مع كارديك باستيريتي، يبقى الناحيه دي او السي اس اف هنا موجود وكويس بريزيرف. خلاص طيب في العيانين اللي عندهم كياري، العيانين عندهم كياري بيبقى عندهم البوستير فوسا الفورم المجنم بتبقى ضيقه. ليه؟ لان التونسيل بدات تهرنيت وبدات تخش جوه. خلاص فاتوقع ان يحصل فيه امبيدنس للسي اس اف في الاماكن بتاعت الفورم المجنم. يعني بصوا هنا ده المكان بتاع السي اس اف اللي قدام البرين ستيم، شايفين هنا كويس قوي ولونه ابيض وحلو قوي، ولما الكارديك بلستيت اتغيرت بقى لونه ايه، اسود، فبالتالي المكان هنا كويس جدا. تعالوا بصوا بقى على البوستير اسبكت بتاعه، مش هتلاقوا ايه، مش هتلاقوا السي اس اف اللي هو ده، يعني بصوا هنا في اسود اهي موجود، خلاص السي اس اف ده اللي هو اللي بيتحول هنا ابيض، ما بقاش فيه السي اس اف هنا. خلينا بصوا، شايفين هنا ده اللي عند اكزيال على الفورم الماجنم، شايفين هنا السي اس اف مداير دورون انسيركلد الايه الكورد، خلاص بقى كانون اسود وبقى يتحول الى لون ابيض، يبقى ده كويس جدا. شايفين هنا بقى في العينين بتوع الكاري، هنا 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 كويس، بس هنا بدا يحصل فيه ايه، يبقى فيه سلاجج وبدا يبقى ايه، يبقى امبيدنس اهو. ده بقى اهم حاجه تقول ان فعلا الكاري ده اذا سيمتوماتيك، وده يعني العيان ده فعلا لو عملت له عمليه هو ده العيان اللي هيستفيد. وفعلا العيانين دول لما بيتعمل لهم عمليه بتاعه تيجي تعمل لهم سي اس اف فلوميتري بعديها، تلاقي ان السي اس اف بدا يتحسن والامبيدنس ده بدا يتحسن. يعني لا ملناش دعوه بالبيكنج، يعني لا سي اس اف، يعني خلينا في الايفيدنس يعني. خلاص فده اهم حاجه، حتى يعني انا بنصح لو عيان كاري وفعلا سيمتوماتيك عايز تعرف ان السيمتومز او الهيدك ده فعلا ريليتد للكاري ولا لا، خليه يعمل سي اس اف فلوميتري وشوف الايفيدنس بتاع سي اس اف في حوالين الفورامين ايه، الفورامين الماجنم. طيب
بيبقى اسوشيتد انومالي مشهوره جدا مع الكياري ان يحصل حاجه اسمها ابر سيرفايكال كورد سيرينجز. العينين دول بيبقى برضه نتيجه لان بيحصل تربلنس للفلو سي اس اف هنا، فبيحصل ايه؟ بيحصل سيرنجز بيبقى موجود في الابر سيرفايكال ايه؟ سيرفايكال كورد. شايفين سيرنجز ده، وفي هنا تونسل بيكد ونازله لتحت، خلاص تونسل بيكد ونازله لتحت مع سيرنجز. سيرنجز كومن مع العينين بتوع كاري تايب ايه؟ كاري تايب 1. كمان ده ان هم زي ما قلنا كرينيو سيرفايكال جانكشن انومالي، فده العينين دول بيبقوا عندهم انوماليز في البيز بتاع السكال بتاع البرين كعظم يعني. بصوا هنا يا شباب السيرفكس الكلايفس هنا بتبقى عامله ازاي؟ الكلايفس دي دايما بيبقى فيها سم سورت اوف اوبليكيتي. هنا العيان دوت عندهم الكلايفس قصيره وواخده منظر هوريزونتال، بيسموها دي اسمها بلاتيبيزيا. ماشي، هو ده الايه؟ ده الايه؟ ده الكلايفس، خلاص بتبقى شورتند وايه وهوريزونتالي اورينتد. كمان الاودونتويد ممكن يبقى ايه؟ يبقى ريترو ايه؟ ريترو فليكس. يبقى رجع ورا شويه ممكن يضغط على الايه؟ يضغط على المطله او السيرفايكال كورد. طيب الديفرنشال دايجنوز بتاع العينين بتوع الكياري مالفورميشن قلنا اللي هي تونسيلر اكتوبيا، اللي هي بتبقى التونسل نازله لتحت اكتر من 5 مللي ولكنها مش بيكت ومش عامله سيمتومز. ما دام هي مش بيكت المنظر بصوا شايفين يعني ده التونسل اهي راوندد ولكنها اقل من ده، بيسموها ده نورمال فاريانت وده تونسيلر. عشان كده قلت لكم ما تقولوش كياري غير لما يبقى فيه تغير في شكل الايه؟ في شكل الايه؟ شكل التونسل، خلاص يبقى بيكت يعني. انما لو هي نازله وراوندد يبقى ده اتس نوت ات كياري، اتس ا تونسيلر اكتوبي. طيب كمان الديفرنشال دايجنوز الثاني عينين بتوع الانتراكرينال هايبوتنشن. عارفين عينين بتوع الانتراكرينال هايبوتنشن؟ عين تو الانتركرينال هايبوتنشن ده عيان مثلا دخل عمليه حصل له لمبر بانشر والعيان الراجل سحب له بقى شويه ايه سي اس اف كتير، خلاص فايه اللي حصل؟ فلما سحب سي اس اف كتير فالسي اس اف الموجود في الفنتركل في البرين بدا يقل، ما خلاص خلاص فحجم البرين بدا ايه يصغر، خلاص فلما بدا يصغر بدا يهرنيت ليه لتحت. فنلاقي العيانين دولت عندهم التونسل نازله لتحت، خلاص ولكن العيانين دولت اول حاجه الهيستوري موجود ان هو لسه عامل عمليه ولا لسه عامل لمبر بانشر او انستيزيا. كمان العينين دولت السي اس اف الاكسترا اكزي سي اس اف سبيس بتاعهم بيوسعوا، فنلاقي الفيسلز اللي موجوده في المكان ده بيحصل عليهم نيجاتيف سكشن، فبيحصل ايه؟ فبيحصل ان الفيسلز دي دايليت وتبدا سكريت سي اس اف. فلما بتبدا سكريت تلاقي عيان ده عنده سب ديورا كوليكشن، مميز جدا ان يبقى عنده بايلاترال سب ديورا كوليكشن، يبقى مع التونسيلر التونسيلز اللي نازله لتحت دي بيبقى معاهم سب ديورا ايه؟ سب ديورا كوليكشن. ولو العيان ده اتحقن صبغه، لو العيان ده هتلاقي فيه حاجه اسمها يبقى عنده باكي مينجر انهانس، تلاقي كل المنجيس ايه انهانس. وده مميز خالص في الديفرنشال بتاع باكي مينجر اللي هو عينته انتركرين هايبوتنشن. يبقى ده الديفرنشال الثاني بتاع العينين بتوع الايه؟ بتاع الكاري تايب 1 التونسيل تلاقيها واطيه ان يبقى عنده ايه؟ لمبر ايه؟ الانتركرينال ايه؟ انتركرينال هايبوتنشن. طيب العينين بتوع الكاري تايب 2، قلنا العينين بتوع الكاري تايب 2 ان بصير فوسطه بقى بدات تبقى ايفيدنت، تبقى فعلا صغيره جدا وبدات مش بس التونسل هي اللي تنزل، ده ممكن التونسل واجزاء كتيره من السربيلا بدات ايه؟ بدات تنزل لتحت، خلاص. بس الحقيقه العينين بتوع الكاري تايب 2 مهم جدا او لازم يبقى العين كاري تايب 2 بيبقى عنده دورسال مينجوسي او ماي مينجوسي، لازم بيبقى 100% اسوشيتد وتيوبر كلوجر ديفكت. وبالتالي ما ينفعش تشخص كاري تايب 2 من غير ما يبقى الولد عنده ساك في ظهره يعني، او كان عنده ساك في ظهره، خلاص. زي ما احنا شايفين العيان ده عنده التونسل والسيربيل اجزاء من السيربيل لما بدات تبقى تنزل لتحت، خلاص. وكمان عنده ايه؟ عنده الدورسال مايول مينجوسيل بتاعت الايه؟ بتاع السباينال ديسترافيز، خلاص. فلازم الاثنين موجودين مع بعض كاري تايب 2. طيب العيانين دول زي ما قلنا ان هم عندهم البوستير فوسطه بتبقى صغيره، فمش بس السيربيل ده، ممكن المضله كمان تبدا تنزل او السيرفايكال كورد يبدا ينزل. فلما بيبدا ينزل بيعمل سب سورت اوف كينكينج كده، شايفين في كينك كده نقدر لان السيرفايكال كورد بدا ينزل لتحت، خلاص، او المضله بدات تنزل لتحت، فبيحصل بيسموها سيرفايكال ميدالري ايه؟ سيرفايكال ميدالري كينج. كمان البوستير فوسطه صغيره فالسيربيل بيبدا يطلع لقدام ويعمل حاجه اسمها رابنج، يراب اراوند الايه؟ برين ستيم. تحس ان السيربيلم محوط الايه؟ لانه المكان ضيق فبدا يطلع الايه؟ لقدام وبدا يراب اراوند الايه؟ السيربيلم هيسفير، خلاص.
كمان ممكن بيقولوا ان هو برضو مكان ضيق، فبرضو مش لاقي مكان، هو نزل لتحت وراب وطلع لقدام برضو يطلع لايه لفوق، فبيسموه سيربيلر ايه، يطلع لفوق كده يسموه سيربيلر تاورنج، يطلع فوق لان المكان في الاخر مكان ضيق خلاص. زي ما شفنا كده الحاجات يعني فعلا بصير فوسط ايفيدنت جدا في العينين بتوع كاري تايب 2. كاري تايب 1 ما كانش فيه الحاجات دي، كاري تايب 1 كان مقتصر بس ان التونسل هي اللي بدات تبقى ايه تنزل ايه لتحت، انما كاري تايب 2 بدات تبقى ايفيدنت وبدا يبقى فعلا في سمول بصير فوسط جدا. طيب كمان بيبقى فيه شويه اسوشيت انومالي كده مع العينين بتوع الكياري، منها الجينس اوف كوربس كالوزم برضو مع الكياري، وكمان العينين دول بيبقى عندهم حاجه اسمها تكتل بيكنج. شايفين ده التكتل بتاع الميد برين بيبقى بوينتد كده، بيسموه تكتل ايه، تكتل بيكنج، تكتل بيكنج بتاع الكوربس كالو بتاع البرين ستيم. عارفين ده ايه؟ دي حاجه اسمها ماسا انترميديا. الجانكشن او الكوميونيكيشن ما بين تو ثلاماي خلاص، في بيبقى في حته كده صغيره بتبقى نورمالي بتبقى فيها دي زي اديشن بيبقى ما بين تو ثلاماي، بس احنا هي صغيره جدا فعادة ما بشوفهاش. العين دول بيبقى عندهم هايبرتروفي للايه الماسا انترميديا، بس مش مشكله يعني، دي حاجات اسوشيتد مع العيانين بتوع الايه كاري تايب 2. طيب العيانين بتاع كاري تايب 3 بقى هم نفس الساينز بتاعت كاري تايب 2 خلاص، بس بيبقى معاهم يعني من ناحيه البوستير فصه الصغيره، بس بيبقى معاهم لو اوكسيبيتال انكفالوسيل او ابر سيرفايكال انكفالوسيل. يعني ايه انكفالوسيل؟ انكفالوسيل ده اي حاجه من في ديفكت وبدا يخرج جزء من البرين، ده بيسموه انكفالوسيل. احنا عندنا في فرونتال انكفالوسيل وفي عندنا اوكسيبيتال انكفالوسيل خلاص، ده بيمتاز باوكسيبيتال انكفالوسيل. والحقيقه مش اي انكفالوسيل اوكسيبيتال انكفالوسيل، لازم يبقى لو اوكسيبيتال انكفالوسيل او ابر سيرفايكال انكفالوسيل. يعني لازم الديفكت لازم يبقى انفولفنج الايه الابر سيرفايكال. شايفين ده السي 1 و2 بالتخدين والفورة من مغط بوستيرو الديفكت متاخده، فلازم يبقى كده. لو لقيت اوكسيبيتال انكفالوسيد مش واخد الفورم الماجنم ولا ابر سيرفايكال، ده مش تبع الايه مش تبع كاري تايب 3. يبقى كاري تايب 3 لازم يبقى لو اوكسيبيتال او ابر سيرفايكال انكفالوسيد. زي ما شايفين كده ادي ده اهو، وده الساك اللي بتحتوي على السيرابيلا اللي حصل له هيرنيتي، وده الديفكت اللي موجود اللي هو لو اوكسيبيتال وابر ايه ابر سيرفايكال. ده السيرابيلا بدا يهرنيت في الساك الايه اللي بره، وده الديفكت بتاعنا اللي هو واخد الايه الفورم الماجنم، وممكن كمان ينفولد الايه الابر ايه الابر سيرفايكال ايه ابر سيرفايكال فيرتبري. ده برضو نفس الكلام، العيانين دول عندهم لو اوكسيبيتال انكفالوسيل، اول ما تلاقي لو اوكسيبيتال انكفالوسيل لازم تفكر في كياري تايب 3. كياري تايب 3 لو اوكسيبيتال ايه انكفالو ايه لو اكسبت انكفالو سيل واخد الايه واخد الابر سيرفايكال فيرتبري خلاص. بيبقى معاه نفس الساينز بتاعت الكاري تايب 2. يعني مثلا هنا السيربيلا مرابر اراوند الايه البرين ستيم زي بتاع كاري تايب 2، لان في الاخر بصير فصة ايه صغيره، بس بيزيد ان العيان ده عنده ايه اكسبتال ايه اكسبتال انكفالو سيل. وبالتالي احنا عندنا الثلاث انواع من كاري، لا اما يكون بصير فصة تبقى صغيره شويه ويبقى بس الحاجه الحاصله اللي هي بيكنج وتونسيلر هيرنيشن تونسل بس خلاص، ده تايب 1. او ان هو يبقى ايفيدنت سمول بوستير فوسا، يبقى اجزاء كبيره من السيربيلر نازله ومعاه منينجو سيل دور زي منينجو سيل، يبقى ده كاير تايب 2. او ان يبقى مع السمول بوستير فوسا يبقى معاه لو اوكسيبيتال او ابر سيرفايكال انكفالو سيل، يبقى ده كاير تايب ايه كاير تايب 3. انا كده خلصت ان شاء الله. المره الجايه هنتكلم عن نيوروكوتينيوس ديس اوردر ان شاء الله. بصوا يا شباب، انا عندي كده خبر مش عارف كويس ولا لا، بس هو الدكتور حامد كان عايز زي تقييم على اخر الشهر، يعني على اخر الموديول اصلا. فاحنا لما نخلص الموديول، لا مش لا موديول سي ان اس، يعني لما اخلص كل موديول هنعمل زي تقييم كده. انا مش عارف هو هيعمل ايه، بس يعني هو عايزه يعني ماشي. زي سبوتنج. هو احنا هناخد 10 محاضرات في السي ان اس، احنا خدنا منهم محاضرتين، بعد 8 محاضرات هنعمل الموديل البرزنتيشن. انا هحطه لك على البتاع. نعم.